طبعا أنا سعيدة باشتراكي في برنامج المرأة تقود للتنفيذيات. البرنامج متضمن التدريب فيه والمناهج التدريبية فيه محاور مختلفة جدا، أشياء خاصة بتنمية الذات، اللغات، سياسة، اقتصاد، فهي معلومات كتير. أنا شايفة أنها استفاد جدا من تواجدي إن شاء الله لو كان لي نصيب في البرنامج. كمان في اهتمام يعني دولة رئيس مولي للمرأة في ظل عهده، أتمنى إن شاء الله يكون لي نصيب وأكون موجودة في البرنامج بإذن الله.